البنت ابتدت تفهمني كويس قوي. فتحتيها في الموضوع؟ لا مش على طول كده يا نجاتي، البنت محتاجه وقت عشان تستوعب ده كله. وقت ايه بس؟ بتستوعب ايه؟ متاخر ليه واحنا عندنا وقت؟ لا يا نجاتي مش بالسرعه دي، البنت لازم ترتاح لي الاول وتحبيني عشان اعرف اتفاهم معاها. ايوه يا ناهد. احنا عايزينها تحبه هو. مش بالسرعه دي يا نجاتي، الوفد وصل. انا خايف بصراحه لا تخاف منه، واذا الخوف اتسرب لقلبها مش هتحبه. طيب خلاص بكلميني. ايه يا نجاتي؟ في ايه؟ مالك متحمس قوي للموضوع كده ليه؟ اه حبيبتي بصراحة مشكلة حازم دي لو اتحلت مشكلتنا احنا كمان هتتحل. يا ريت يا نجاتي يا ريت. موجود. وان مينت، لحظة واحدة. يا أستاذ زهدي، تليفون يا أستاذ زهدي. أنا وين أنا الواد الجن. قول يا أستاذ. مين أنا؟ الجماعة يا أستاذ. جماعة؟ لا. الو الو، طب روح انت. لا انت خليك روح. الو ايوه، يعني كله تمام كده؟ الحياه جميله يعني؟ الحياه حلوه بس اللي انا فاهمها كويس قوي الحكايه بقى. خلاص يا زوج، كل شيء وليه اخر. سوسن عرفت ان ابوها انتهى من حياتنا خالص. يس. ولازم يبقى في اب تاني. انا ابوها وامها واخوها واختها وكل حاجه في الدنيا ليها، بس انت ترضي عليا. ربنا يخليك. ها اروح اقطع التذاكر بقى؟ لا لسه شوي. لسه ايه بس؟ في ايه؟ سوسن لازم تاخد عليك. يا ستي تاخد عليا ايه؟ كلب انا قطه تحب اعمل لها حمار واشيلها في ضهري؟ مش بالدرجه دي يا زوج. امال بدرجه ايه بس؟ أنا هفهمك. طب أخوك ما قالكش راجع إمتى؟ هو مش عاوز يرجع. طب الفلوس دي
الفلوس دي ما قالكش جابها منين؟ قال لي لازم لازم. ونعم بالله، بس كده بالطريقه دي اخص عليك يا عادل، حنت عليك امك واخواتك، تسيبهم وتبعد عنهم المده دي كلها. لا يا صبحي، اخوك لازم يرجع. هو برضه كده احسن عشان يجيب لنا الفلوس من غير ما ابويا يعرف. ولا كنوز الدنيا تكفيني وابني غايب عني. قول له امك بتقول لك لازم ترجع يا عادل. قلت له ابوك بيقول لك ارجع، لكن هو بقى اللي منشي بدماغه. قلبي وكلمني عليه يا حبيبي يا ابني. يا ترى بتعمل ايه يا عادل؟ يا ترى عايش ازاي؟ لا 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 يا صبح، انا مش مطمنة على اخوك. ياما ما تخافيش على اخويا، ده راجل. تعرف يا صبحي، ابوك عايز ينزل منال تسرح تاني. وهي مش شايفة كده؟ ده ابويا ده. انا هويته وانتهيت، وليه بقى لوم العزول؟ ايه ده؟ انا سامع صوت غريب قوي. ايه ده؟ جوازته تاني؟ ايه؟ فاتحين التلفزيون ولا الراديو بيعملوا حاجه للهواه ولا ايه؟ مين اللي كان بيغني؟ تيتا. ايه اللي كانت بتغني؟ تيتا؟ لا، تيتا من احسن 5 اصوات في العالم. الله، يا سلام عليك يا تيتا. يلا يلا يلا، تعال. اهلا يا انت. اهلا يا انت. عمتي عماتي عماتي. تعالي شوفي، بصي يا ساسا، انا عامل زهد جايب لك ايه؟ حاجات حلوه. بصي بصي كمان، بصي يا روحي. شايفه؟ جميلة. مبسوطة يا حبيبتي؟ مبسوطة؟ ليه يا ابني كل ده؟ ما انت عندك قوي. معلش بقى، خير ربنا كتير. مبسوطة يا سمسم؟ يلا. طبعا مبسوطة. مش لازم تشكري يا عمو زهدي او اونكل؟ لا، انا مش عايز ابقى لا عم ولا اونكل، انا عايز ابقى بابا زهدي. بس انت مش بابا. ليه يا حبيبتي؟ ده زي بابا، ده بيحبك وجايب لك حاجات كتير اهو. مش مهم، المهم تاخد عليا يعني. بس برضك مش هقول لك يا بابا. زي بعض، وما تقوليش يا بابا ولا تقولي لي حاجه يعني، مش مهم. المهم ان انا احبك وانت تحبيني، وناخد على بعض، نبقى اصحاب بعض وبنحب بعض. عادل، وقفت صوتك عشان ما يسخنش. انا كنت جايه اطمن عليكم وماشي على طول. طب تعالى تعالى تعالى، ما تخافش، تعالى. انت عامل ايه دلوقتي؟ انا كويس. عادل، اخواتك وامك مشتاقين لك، عايزين يشوفوك، خليك معانا. وانا اكتر هبقى اجي لهم مره ثانيه. طب ليه مش عايز تقعد معانا؟ ما انت عارفه يا ميسه، ما ابوك سمح لك انك تقعد. ويرجع يكرر بهدلته ليا تاني؟ لا يا ميسه، انا ما اقدرش استحمل اكتر من كده. بس ده برضو ابوك. انا كده مرتاح ومريح، ابقي سلميني على امي واخواتي وخلي بالك منه. حاضر. عادل، ما تتاخرش علينا، خد بالك من نفسك، احنا عايزينك. ان شاء الله. لا اله الا الله، محمد رسول الله. See you.
ايه؟ قومي نامي يا حبيبي. لا معلش ما معلش، خش انت نامي عشان انت تعبانه شويه. ليه يا اخويا؟ وانا كنت اشتكيت لك؟ لا معلش حضرتك ما اشتكيتيش ولا حاجه، خش نامي. وانت استهان. لا هي ما تخافيش عليها طول ما هي معايا. ما هو اللي مخوفني انها معاك. عاجبك كلامها؟ خفي يا ماما مش كده. كده يا حبيبه امك؟ طيب تصبحي على خير. انت من اهله. انت من اهله. على فكرة ابتدت تحبك دي؟ لا مش دي، البنت. اه البنت دي، اعوذ بالله يا ساتر، عقبال ما تحبني يا رخمة. دي ماما قلبها طيب، ما تاخدش على كلامها. يا سلام، ما شفتهاش بتعمل ايه؟ ده لسه دلوقتي داخلة تسرعنا. معلش ما تزعلش، هقول لك مفاجأة. يا ريت. انت هتبات معايا الليلة دي. هنا؟ لا مش هنا. أمال فين؟ الشقة. والله؟ اه. طب احنا مستنيين ايه؟ يلا بينا. يلا. بقول لك ايه؟ اه. ما 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 ما, ما تيجي كده قبل ما نروح الشقة، نروح كده نكمل سهرتنا. لا يا حبيبي مفيش سهر، احنا لازم نوفر الفلوس في حاجة أهم. اللي هي ايه الأهم؟ أنت نسيت؟ الشقة طبعًا. لا ما نسيتش طبعًا. أيوه. ما نسيتش. ليلى 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 يا ليلى 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 ليلى. مساء الخير يا نينا. نينا 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 يا نينا 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 يا نينا. نينا ده انت ليلتك اللي منينة تطير. قالك صباح الخير؟ مش ممكن، لازم عمره ما نقول لحد صباح الخير يكون اليوم مرتاح له خالص، ده دليل انه مرتاح له خالص. يا منزل تعالي معايا. حلو اللي كسبها قوي يا حزم يا حبيبي. كنت هقع. ولا يهمك يا حبيبي. هو انت مودياني على فين؟ احنا قلنا ايه يا حازم؟ تمشي وما تتكلمش خالص، تسمع الكلام. حاضر حاضر. يلا يا حبيبي اقعد. انا بحبك قوي يا مديحه. انا كمان بحبك قوي يا حازم. ميسا ميسا. اي نعم. ايه يا ميسا ده؟ الفستان ده تاني يا ميسا؟ ما انا كنت بنضف في المطبخ. لا البسي الفستان الجديد، اصل في ناس يهمهم قوي يشوفوك بالفستان الجديد يا ميسا. يلا بسرعة. حاضر. يا ابني يا ابني يا حبيبي ما تنهيتش قلبي، خد اختك في ايدك. وانا ملحقة على الشغل عشان اخد مهنان معايا اسحبها. وبعدين بقى يا ربي فينك يا عادل؟ انا بقى مش نازل خالص. عارف لو ابوك عارف هيكسر عظمك. يعمل اللي يعمله، اصل انا مش هاخد مهنان معايا. صحابي يقولوا عليا ايه؟ دول هيضحكوا عليا اكيد، وبعدين مش هعرف اشتغل. اشتغل لوحدي. يا حبيبتي يا بنتي لا، لازم حد من اخواتك يبقى جنبك. يبقى كده لازم اروح عندها عادل عشان يجي يتصرف. يا واد يا صبحي، انت يا واد يا واد اسمع كلامي. انا عاوزه اروح ماما. نعم انا عاوزه اروح ماما. هنخرج طبعا يا حازم. هتجيبي لي ايس كريم؟ هجيب لك ايس كريم ولب وكل حاجه يا حبيبي. بجد؟ الله ايوه كده. شفتي بقى؟ شفتي الجمال اللي انت فيه بقى؟ شوفي يا حازم ايه رايك؟ حلوه؟ تعالي تعالي يا ميسا تعالي. شفتي يا حازم الفستان حلو قوي على ميسا ازاي؟ انت مش عازمنا على الغدا؟ انا ما قلتش اعزمكوا على الغدا. امال لابس كده ليه؟ انت اللي لبستيني كده يا حازم. طيب انا يا سيدي عازماك انت وميسة على الغدا وعلى حسابي كمان. عادل يا حبيبي ارجع معايا. لا مش راجع يا ماما، انا بس كنت جاي اطمن عليكم واعرف عنوان الراجل اللي خبط اختي منال. هتعمل له ايه يا دنايا؟ هو المسؤول عنها يا اما. عنوانه في المستشفى. طب انا هروح المستشفى. عادل احسن حزن. خلي بالك من نفسك يا دنايا، خلي بالك من نفسك.
حاضر. يا رب يا رب خليك جنبه يا رب، ابعد عنه ولاد الحرام، رجعه لي سالم يا رب. ايه ده؟ انت مين؟ وازاي تدخل مكتب كده من غير استئذان؟ انا عادل، عادل ابن زهدي. زهدي مين؟ هي يا بيه، لحقت تنسى ولا ايه؟ اوعى كمان تقول لي انك نسيت البنت اللي دوستها بالعربيه. منال؟ ايوه منال. اهي منال دي بقى تبقى اختي يا بيه. وجايه ليه؟ اختي خرجت من المستشفى. احنا مش كنا انتهينا من الموضوع ده؟ ولا هتعملوها لي شغلانه؟ ازاي يا بيه؟ والبنت المرميه في البيت دي ذنبها ايه؟ انا خلاص طلعتها من سجنتي. ابوك خد فلوس مرتين عشان يعالجها. لا يا بيه، احنا ما شفناش حاجه منه، لا ابيض ولا اسود. معقول؟ ولا انت وابوك بتلعبوا عليا؟ لو مش مصدقني تعالى معايا البيت وانت تشوفها على طبيعتها. لا حول الله يا رب. ازاي الكلام ده؟ معقول؟ امال كان بياخد الفلوس دي كلها يوديها فين؟ مبسوط يا حازم؟ مبسوط عشان ميسه معانا. ميسه هتفضل معانا على طول يا حبيبي، ما تخافش. مش كده ولا ايه؟ اكيد طبعا يا ست مديحه. ايه ست مديحه دي؟ احنا دلوقتي عيله واحده، مديحه بس. لا ازاي؟ هو العين طالع على الحاجب برضه. وبعدين معاكي بقى، سيبك من الكلام ده. قولي لي تشربي ايه؟ اي حاجه. تشرب ايه يا حازم؟ هشرب زي ما ميسه هتشرب. الله، انتوا هتغلبوني بقى ولا ايه؟ خلاص يبقى عصير برتقال عشان سي حازم بيحب. بلاش سي حازم، احنا قلنا عيله واحده، حازم بس. هيا يا حازم تشرب برتقال. معقول؟ معقول الولد يكون صادق؟ اب يعمل كده في بنته؟ لا لا مش معقول، مش ممكن. أكيد الولد كان عايز قرشين. والله ما أنا عارف أصدق الولد ولا أكدبه. السلام عليكم. سعد. أهلاً وسهلاً ورحمة الله وبركاته. كيف صحتك؟ تفضل تفضل. ما شاء الله. معقول؟ مش كنت تقولي عشان استناك في المطار؟ الحقيقة يا أستاذ رشاد ما حبيت أعطلك عن شغلك، وبعدين قلت أعملها لك مفاجأة. دي أحسن مفاجأة. والله زمان يا سعد، الله يرحم أيام والدك، الله يرحمه. قولي بقى، إيه آخر أخبارك وإيه آخر أخبار الشغل؟ أبشرك أخباري جيدة ولله الحمد. أما بالنسبة لآخر الأخبار، مشروعنا اللي رفعناه للوزارة أبشرك وافقوا عليه، وكلها أيام قلائل ونتعاقد معهم إن شاء الله. كويس، أصلي بصراحة كنت قلقان وخايف للمشروع يطير من إيدينا. يعني أفهم من كذا أنه هذا هو اللي ما خلاك تتصل علينا؟ لا والله، دي حاجة تانية خالص، حاجة بعيدة عن الشغل. أجل، وش الموضوع يا أستاذ رشاد؟ طمني. خبطت بنت صغيرة بالعربية والصدمة أثرت على نظرها. نعم نعم نعم، أنت وش تقول؟ عارفة يا ميسة، من يوم ما بقيتي معانا وحازم اتغير قوي، بقى حاجة تانية خالص. يا ريت تستمر كده على طول. إن شاء الله. حازم، نجاتي جاي دلوقتي، عايزاك تقعد باحترام وتكلمه كويس قوي. لا نجاتي لا، أنا ما بحبهوش ومش عايز أشوفه. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ هو كده، ده وحش وحش وعاوز يخطفك مني. يخطفني؟ يعني ميسه دلوقتي قاعده معانا، انا قلت ان هي عايزه تاخدك مني؟ ميسه حاجه تانية، ميسه بتحبنا وبتخاف علينا، مش كده يا ميسه؟ بس اسمع كلام اختك. ما انا بسمع كلام اختي في كل حاجه، حتى لما بتيجي تديني حقنه بقول لها نجاتي لا، نجاتي لا. أنا نفسي أعرف إيه اللي بيدور في مخك. بصراحة يا أستاذ رشاد، أنت قمت بالواجب وأكثر، علشان كذا ما في داعي تحمل نفسك المسؤولية. وبعدين إذا طلع كلام الولد مضبوط، إذا الحق على أبوه.
ما البنت المسكينة هي اللي ضاعت في النص. أنا كان لازم أتصرف بنفسي وما اعتمدش على أبوها. ما أنت برضو عملت الصح، وبعدين أصلاً أنت ما اعتمدت على واحد غريب، أنت اعتمدت على أبوها. وبصراحة يا أستاذ رشاد اترك عنك الأمور هذه كلها، أنت صاحب مشاغل وتحت يدك مهمات كثيرة. بس أنا برضو ضميري مش هيرتاح إلا لما أخلي ذمتي والبنت ترجع زي الأول. أنت ما قلت للولد يرسل لك أبوه وتتفاهم معاه؟ أيوه. خلاص يا عم انحلت. انحلت إزاي؟ تفهم من الأب وش سوى وتسأله ليش ما تكفل بعلاجها، وبعد كذا تدخلها بنفسك للمستشفى والحساب تحوله على الشركة ولا تشيل هم، وبكذا تكون مرتاح ومطمئن وتتفرغ لشغلك. ها ممكن تسمح وتتفرغ لي شوي؟ يا بنتي انت بتشتغلي عندها وبتاخدي أجرك، يبقى لزوم ايه تجيب لك فساتين على مزاجها؟ وبعدين بقى احنا ما بنلبسي على مزاج حد بصراحة. وبعدين ازاي تاخدك برا البيت من غير ما تقولي لنا؟ هي سايبة ولا سايبة؟ ايوه يما، بس انتي ما بتشوفهاش بتكلمني ازاي؟ يا حبيبتي يا أمورة يا حلوة. لا لا لا، الموضوع ده فيه إنا. قصدك ايه يما؟ قصدي لا ولا قصدي ولا حاجة. لهوي ده هي لكل رسمة على لا 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 لا، مش معقول مش معقول هي تعمل كده. لا 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 مش ممكن. هو ايه ده المستحيل؟ في ايه ياما قلقتيني كده؟ انا عاوزة فستان زي اختي مايسة ياما. حتى انت يا زقريدة. طيب مايسة افتحي. حاضر. ولا اقولك استني استني، خش انت غيري الفستان ده لحسن لو ابوكي شافك بيه هتبقى وقعتك واقعة. انا هقوم افتح. اقعدي هنا يا زقريدة. مين؟ ايوه ياما انا عادل. عادل عادل ابني يا حبيبي يا ابني يا حبيبي يا ضنا حبيبي. وحشتني يا عادل وانت اكتر والله ياما. يا حبيبي يا ابني تعال خش. ابويا هنا؟ لا طبعا ابوك مش هنا. تعال يا ضنا خش. رحت للراجل يا عادل؟ رحت ياما. ويا ريتني ما رحت. ليه يا حبيبي؟ تعال طمني تعال احكي لي. يعني مش شايف ببيع مناديل. المفتري اللي ما بيخافش من ربنا. معقول؟ معقول في اب يعمل كده؟ اهدي عشان خاطري ياما، واوعي تفتحيه في الموضوع ده، لا يطول ايده عليك. اهم حاجه قولي له ان رشاد بيه عايزه ضروري، وهو لما يروح له هيبقى رشاد بيفهمه على كل حاجه، وهيتولى الموضوع بنفسه ان شاء الله. قولي يا عادل طمني، رشاد بيه هيعالج مننا على حسابه؟ ايوه ياما اطمني، رشاد بيه هيعمل كل حاجه، بس عايز اشوف ابويا، اصل حسيت انه مش مصدقني. ليه حق؟ ليه حق يا ابني؟ هو في الدنيا اب يعمل اللي بيعمله ابوك ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله. منال منال. مين؟ انا صبحي مش عارفاني كمان. انت لسه نايمه؟ انا اميان. انا ده ايه الشغلانه السودا دي؟ ودول ايه دول يعني؟ دول اللي انت طلعتي بيهم من اول النهار؟ مالهم؟ لا مالهمش، بس قليلين قوي. وبعدين النهارده اول الشهر والناس زمانها قبضت، طلعوا لي بالغله دي بس. هما كام؟ ايه اللي هما كام؟ دول ما جابوش 3 جنيه. انت نايمه من امتى؟ مش عارفه. وكمان مش عارفه؟ اكيد وانت نايمه سرقت منك الفلوس دي. ايه؟ بتبحلقي لي كده ليه؟ مفيش يا زهدي. العيال فين؟ جوه. ولا صبحي. نعم يابا. ترى ابوك مش فايت لو قلت مفيش تأبيج النهارده. مأبج يابا ان شاء الله مأبج. اطلع بالغلة. وليه؟
فين بقى غلة البيت اللي ما بتشوفش اللي تقطع القلب؟ يا ريتها تقطع قلبك انت يا زوجتي. انت قلت حاجة؟ قلت اللي سمعته. اللي سمعته؟ بس أنا ما سمعتش حاجة. ولا يمكن سمعت صوت راديو، ولا صوت حد من بره، ولا يمكن اتجننت وبقيت اسمع حاجات غريبه اليومين دول. فعلا يا زوجتي، اللي يعمل اللي انت عملته وياخد من الراجل اللي داس ده نار اجر عمليتها اللي ترجع نور عينها مرتين ويصرفه على نفسه يبقى اتجنن. حد يشيلها من قدامي، حد يشيل الحاجه دي من قدامي. يا سلام، كلمة الحق تقف في زورك. طب يلا 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 سعادة. بس يا مفتري اخرجي برا، اخرج واسيب عيالك. خد اخرج انا. حسبي الله ونعم الوكيل. انا شايف شايف يا ظالم يا مفتري. اخرسي. شاطرة يا حبيبتي، بتذاكري؟ شطورة. ألو، أيوة يا زهدي. إزيك أنت يا شهنوزتي؟ أيوة، أيوة حبيبتي وحشتيني. مستنيك على النار، انت جايه امتى؟ ايه ده؟ هو ايه يا راجل اللي انت جاي ده؟ انت نسيت اللي اتفقنا عليه؟ لا 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 لا، ما نسيتش يا روحي. انا عارف كويس قوي ايه اللي هعمله. طيب، يبقى خليك جنب التليفون، لا تروح هنا ولا هنا. حاضر. لا 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 هنا. يا عيني يا عيني. لا معلش، ده عم مطلب. حالي عم مطلب. لا جنب التليفون اهو اهو جنب التليفون. اي اي اه انا تعبانه. اي مالك يا ماما؟ روحي نادي كده بسرعه، نادلها انا تعبانه. اه يا بطني. ايه يا حبيبتي؟ ماما تعبانه قوي. تعبانه قوي؟ تعالي نشوفها في ايه. ايه يا حبيبتي؟ مالك يا روح؟ مغص مغص يا ماما، فضيحه. ما هو ايه الجنايه من ايه؟ معرفش، بقيني كذا حاجه هتسممني، انا اكيد هموت. بتشرع عليك يا حبيبتي، اجيبلك الدكتور؟ لا لا لا، اطلبي زهدي بسرعه، خليه يجيب لي الدكتور وعربيه. انا هلاقي فين دلوقتي تليفون؟ فاول في دفتر التليفونات في اول صفحه. يلا بسرعه يا ماما. حاضر. اطلبي بسرعه. حاضر يا ماما. حاضر. تعالي تعالي يا حبيبتي، تعالي اشبع منك قبل ما اموت. تسلميني يا ماما. حبيبتي خلي بالك من كده لما اموت. يا بطني. ماما ماما. الو، ايه شهناز؟ معقولة يا تونت؟ أي عمتي؟ أيوة. لا 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 لا، أنا جاي لها حالا دلوقتي حالا. أيوة أيوة، لا أنا هاخدها على أقرب مستشفى حالا. هلاقي تاكسي. لا هلاقيه هلاقيه. هتلاقيه. طب معلش، طب أنا حالا جاي أهو حالا. معقولة؟ معقولة يا بنت يا شهناز؟ وصلت عليها ده ولا سعاد نصر؟ ايه ده؟ ايه ده؟ زهدي تعالى الحقني يا ابني. في ايه يا عمتي؟ انت اللي جايبه لي ليه احنا ملا وشي؟ شهناز شهناز مغمى عليها ومش عارفه ايه اللي جرى لها. تعالى الحقني. شهناز شهناز ماتت. شهناز ماتت. مش ممكن اللي انت عملتيه ده. معقوله انت بس انت بتشيل ايه؟ ايه ده؟
شفتني حلوه ازاي وانا ميته؟ انا افتكرتك ميته بجد. انما اللي انا عايز اعرفه انت بتعملي كده ليه؟ لسه مش عارف بعمل كل ده ليه؟ وعامل لي ابو المفهوميه. اعترف لك اني بحبك، ودي اخر مره، لا اول مره بحب. اعترف لك ان انا غبي. طيب روح اعمل لنا بقى فنجالين قهوه وبعدين ابقى احكي لك. يا سلام، من عينيا الاثنين. وعندك واحد قهوه بالحليب للست، حرامنا بسرعه وصلحه. حسبي الله ونعم الوكيل. أروح فين دلوقتي؟ أروح فين؟ يا رب انت حياتي مظلومة. يا رب خليك كفي، خليك كفي ولادي يا رب. أنا لغاية دلوقتي ما فهمتش أنت بتعملي كل ده ليه؟ عشانك أنا وأنت يا حبيبي. أنا وأنت وبس يا حلاوتنا. أنا يا حبيبتي طول عمري إيدي مخروم على شانك، أي قرش بقع فيها بينزل على جيبك طوالي. ما أقصدش يا حبيبي. أنا كل اللي عملته عشان خاطرك، عشان تقدر تروح البيت من غير ما حد يضايقك، من غير أي مشاكل، وبالذات بالنسبة لسوسن. برضو مش فاهم. يا بني آدم افهم، أنا كان قصدي إن بنتي تموت عليا من الخوف، ولما تعرف إن زهد ابن عمتي هو اللي أنقذني تحبك. يا عيني عليك يا أبو الجهنيز، أنت حلو رئيس قسم الهندسة والتكتكة، أنت تستاهل على كده موال عسيكة. يا ليلي يا ليلي يا ليلي. لا أرجوك بطل بقى مواويلك دي واسمعني. اتفضل اتصل بماما وقول لها ان انا في الانعاش والدكاتره بيقولوا لسه في امل، وانك انت هتتبرع لي بدمك عشان العمليه. اتفضل اتصل. كل ده علشاني انا؟ عشان احنا الاتنين يا حبيبي، يا زهدي يا ابو الكروان. يلا اتصل بقى بماما عشان نظبط هنقول لهم ايه بكره. يا ليلي يا ليلي. تعمل ايه؟ بخدرك. بخدرني ايه؟ اتصل وبعدين ابقى خدرني. ايه يا غالي يا حبيبتي بتعيطي ليه بس؟ امي مرجعتش لغالب دلوقت. هتيجي الصبح، ما تعيطيش. لا مش هتيجي، انا سمعت كل حاجه. ابويا طرد. لا يا منال، لا يا منال، مش صحيح، هي هترجع ان شاء الله. لا يا حبيبتي. منال دي جميل قوي. اوعى. قومي يا حبيبتي، قومي يا روحي، قومي عشان تاكلي لك لقمه. يلا حبيبتي كلي لقمه عشان ترمي بيها عمك. متشكرة أوي، كتر ألف خيرك، كفاية كوباية شاي. لا ما يصحش كده بقى أمار، عشان خاطر ابنك بس. يلا ده أنت باين عليكي شقيانة وتعبانة طول النهار يا بنتي. الله، الزم العياط دلوقتي يا بنتي بس. من غلبي، من ديتي، تعبي. أجا صبحي. حصل ايه يا صبحي؟ امي كمان ربنا يعلم باللي فيها. يعني خلاص مش هتيجي تاني؟ ما تقدرش تيجي يا منال، لان لو جت هنا وابويا شافها هيضربها، وبعدين يمكن يطردها كمان. يا حبيبتي يا اما، يا ترى انت فين؟ طب يلا يا جماعه عشان ننزل على الشغل. ويسرى هنسيبها عند الجيران هنا. يلا يا منال. يلا بينا يا يسرى. أنا ماشي بقى يا أستاذ مشاوي.
الزبش أي خدمة ولا حاجة تكون عايزاها من برا أجيبها لك وأنا راجع؟ ربنا يخليك لينا. بقول لك إيه، مش تاكل لك لقمة الأول؟ لا معلش، عشان الضيفة اللي مشرفانا ما تتحرجش، تبقوا طبيعي يعني براحتكم مع بعض. أنا هبقى أصرف أي حاجة برا وأدبر أي لقمة كلها وخلاص. ربنا معاك. بقول لك إيه يا أبو شوقي، خدي بالك من الضيفة العزيزة اللي عندنا دي، عايزك تاخدي بالك منها كده وتكرميها وتخويها وتتكلمي معاها، تشوفي ايه المشكله اللي بينها وبين جوزها، وانا ان شاء الله لما ارجع باذن الله هاخطف رجلي لجوزها واحاول اصلح اللي بينهم. يعني طول عمرك تحب الخير للناس، ربنا يوفقك يا رب ويسعدك. الله يخليك يا استاذ مشاوي. ها سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرادين مالك يا مرادين، بتعيطي ليه؟ اصلي افتكرت امي حبيبتي يا ماما. بعدين بقى منال ما تخافيش، قلتلك. بص يا منال، انا ببيع قريب منك هنا، ماشي؟ هبعدي عليكي في المغرب. حاضر. وخدي بالك من اللي معاكي. يا ترى انت فين يا ماما؟ ما تخافيش بقى منال. مناديل مناديل يا بيه، مناديل يا باشا، عطر نفسك يا بيه، مناديل. ادي الحكايه، البنت بتشتغل في البيوت خدام، وابني الكبير طفش، وانا زي ما انت شايفه حزينه ورسيله، وكل ده وتردي في الشارع. والمفتري يعمل كده في ضناه في ولاده بدل ما يعلمهم ووديهم مدارس. يعلم ايه؟ ما كانوا في مدارس بيتعلموا حلوين زي الفل، وكان هو بيشتغل والفلوس بتجي في ايديه وعايشين والحمد لله. بعدها الفلوس قلت، ما عادش بيشتغل زي الاول. قال لي طلع الواد الكبير من المدرسه او اشتغل ويساعد في البيت، خيب أمله من المدرسة. وبعدها حب يطلع التاني، وقفت له قلت له حرام عليك، ضربني ضربني ضربني. ومن خوفي على عيال رجعت تاني، رجعت له من غيري كتب الجوع، لأن كل الفلوس بيصرفها على مزاجه وسهراته. لا حول الله يا رب. وكمان عايزة ترجعي له؟ لازم لازم ارجع تاني، دول ولادي، عارفة يعني ايه ولادي؟ لازم ألمهم في عقد، أرعيهم وأكلهم واطمن عليهم. طب استني لما يجي ابو شوقي ويروح معاكي عشان يحنن قلبه عليكي. لا لا كتر خيرك، انا هروح معايا ربنا. يا خارجة من باب الحمام وكل خد علي خوخة 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 خوخة، خرجتي عفشة وخدت زكام وربطة راسك من الدوخة دوخة دوخة دوخة. عمال يعني تغني كده ولا على بالك أي حاجة، وأنا قلبي واكني على بنتي. يلا قوم البس خلينا نمشي. نمشي نروح فين؟ ده أنا ما صدقت نقعد بين أربع حيطان، مش أمك وبنتك اللي قاعدين لنا طول النهار. لا احنا ما اتفقناش على كده، هي ليلة واحدة وبس ونمشي. طب ما تخليها ليلة كمان وأسهرك سهرة آخر حلاوة. بقول لك إيه؟ ما تعملي لهم تليفون تطمني عليهم. أحاول. يلا. ألو أهلا، احنا هنا ونجحنا أهو في المدرسة. ممتاز. يعني خطاب التكليف صدر من الوزارة. ممتاز جدا ممتاز. طيب إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة أبى أكون عندكم. أي نعم. طيب تبغى مني شيء ثاني؟ يلا مع السلامة.
أبشرك يا أستاذ رشاد، خطاب التكليف صدر من الوزارة، وكلها شوية أوراق نخلصها ونبدأ المشروع مع بعض إن شاء الله. أستاذ رشاد، أنت معايا ولا مع الأسف؟ معاك يا سعد، بس بالي مشغول حب. خير، وش اللي شاغلك بعد؟ هو في غير موضوع البنت ومشاكل أهلها، الأب من ناحية والابن من ناحية. الموضوع إذن زي ما أنت توقعت، الولد كان وده ينصب عليك، والحكاية الحين انفهمت، علشان كذا ليش تشغل نفسك؟ أصلك ما شفتش نظرة الولد إزاي، نظرة عينيه كانت عينيه بتسبق كلامه. أنت والله يا أستاذ رشاد اللي طيب، وعشت الدور اللي الولد رسمه لك. أنت شايف كده؟ أنا شايف أنك لازم تنسى الموضوع، وبكرة إن شاء الله أنا مسافر، ودي أنه تكون رايق وهادي وتفضي كل الصخب اللي في راسك علشان نعرف نشتغل مع بعض. خلاص اطمن يا سعد، ربنا يسهل ويعدي مشروعنا على خير. أنا عايزة فلوس. وماله، عندك الشكيت جوه فيها 135 جنيه، خد اللي يعجبك. 135 جنيه؟ انت بتسمي الملاليم دي فلوس؟ لا يا حبيبي، انا عايزة أأمن مستقبلي. مش يمكن تحن لمراتك تاني وتنساني؟ انساك ده كلام برضو، انساك يا سلام. مراتي ده ايه؟ مراتي ايه؟ مراتي دي في القاموس ام 44، انما انت السبع سلالم بتوعي، دو ري مي فا سول لا سي. يا سيدي بموت فيكي، بحبك، انت حياتي، انت روحي، انت قلبي. ما بقتش اكل من الكلام ده، يا ما اكلت منه كتير قبل كده، يا ما جوزي كان بيقولها لي. جوزك؟ الله، اللي جاب سير جوزي ده؟ ليه النكد ده؟ لزومها ايه النغمه النشاز اللي انت بتطلعيها من بقك دي؟ ليه العكنانه دي؟ انا بس حبيت افكرك عشان ما تعملش حاجه كده ولا كده. كده ايه وكده ايه؟ ده انا من يوم ما شفتك وانا كده. اسم الله عليك، اسم الله عليك يا حبيبي، اسم الله. بقول لك يا كابتن، اشتري جنيه مش هخسر معاك ولا نص جنيه. مناديل، مين يشتري مناديل؟ مناديل. سلام زهد، اوعى تنسى الكلام اللي انا قلته لك. بس هو هي البيت فوق ولا في المدرسه؟ ركز بقى يا راجل. النهارده الجمعه مفيش مدارس. صح. طب يلا بينا. يلا بقى يا زهدي، ما تفكرنيش باللي حصل، المهم ان انا رجعت البنت يا حبيبتي. طب
استاذن انا يا بنت عمتي. لا استنى شويه يا زوجي، انا حاسه لسه بشويه تعب. طيب خد يما السندوتش ده كمان، كملي اكلك. تسلم ايدك يا ابني، ولا ما قادره يا صبحي. امال ايه يما؟ فين نبيل؟ نبيل اخوك سيبته عند الناس كده طيبين، هروح اخده كمان شويه. اصل مش قادره اشيله في الجو ده يا ابني، خفت يفطس في ايديا. طب قولي لي يما. نعم. مش هترجعي معايا البيت وتتفاهمي مع ابويا؟ لا يا صبحي، مش هقدر ارجع للمتوحش ده تاني. كفايه ذل بقى يا ابني، كفايه بهدله. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ابو عادل، حسبي الله. بقول لك ايه يا صبحي، انا عايزاك تدور لي على عادل اخوك وتجيبولي من تحت الارض. اه يا اما. ايه يا اما اللي حصل؟ ايه اللي حكاه لي صبحي ده؟ ازيك يا عادل، انت فين يا دنايا؟ انا كويس يا اما، اطمني. يخليك ليا يا ابني. هتقدر تاخدني عادل عندك تقويني ولا تسيبني في الشوارع يا ابني؟ ما تقولش كده يا اما، ولا يهمك، ده انا ساكن في بيت كويس جدا كمان. ربنا يفتح عليك يا ابني. بقول لك يا عادل، عايزين نعدي على ناس امرا كده سايبه عندهم بلبل اخوك الصغير. ماشي يا ماما. ولا يا صبحي، اجري هات بقيت اخواتك من البيت وتعالى على عندي بسرعه. على طول يا عادل. لا استنى يا صبحي، استنى يا دنايا. لو طلع خد اخواته ابوك هيقلب الدنيا ومش هيقعدها، وانت عارف انه شراني ووحش. بقول لك يا عادل، كفايه عليك انا يا ابني دلوقتي، وبعدين شويه شويه نروح نجيب اخواتك. ماشي؟ ماشي يا ماما. اسندوني يا اولاد، اسندوني. ايه يا ميسلم قاعده كده؟ ابدا، انا اصلي خلصت المطبخ ورتبت كل الصالونات، طلعت في ولادكم نايمين فقلت اقعد شويه. مش عايزه تعرفي ايه اللي حصل مع حزم؟ ما انا هعرف ليه يعني. ازاي بقى؟ انت بقيتي واحده من البيت. انا؟ طب ازاي؟ انا مرتاحه لك قوي وبحبك قوي يا ميسه، مش انا وبس، حازم كمان بيحبك. أنا؟ يعني مش عارفة؟ طب قربي منه واسأليه وانت تعرفي. يا ست مديحة، انت عايزة مني ايه بقى بالظبط؟ يعني مش عارفة انا عايزة منك ايه؟ لا بسيطة، اعملي لي فنجان قهوة من ايدك الحلوة دي وانا اقول لك على كل حاجة. حاضر. الو. ايوه نجاتي. لسه دلوقتي هقعد معاه وافهمها على كل حاجه. طبعا يا حبيبي هبقى اطمنك. مع السلامه. ايه يا ميسه اللي عملتيه ده؟ ايه انا عملت حاجه؟ ليه فنجان واحد مش اتنين؟ هو في حد تاني مع حضرتك؟ طبعا يا ميسة. انت؟ انا؟ ايوه انت. انا مش قلت لك 100 مره قبل كده ان انت بقيتي واحده من البيت؟ ايوه بس يا ست مديحه انا ما بحبش القهوه الكتير. اقعدي يا ميسة. عايزة تعرفي أنا عايزة منك إيه بالظبط؟ يا ريت تتهانى. ماشي، هقول لك يا ميسة.